حلقتنا اليوم عن استخلاص المادة الوراثية الدي ان اي. استخلاص المادة الوراثية الدي ان اي. المادة المطلوبة لاستخلاص المادة الدي ان اي من الطعام إيثانول، كحول إيثانول، صابون جلي، فراولة، مادة ملونة، مجموعة كؤوس، مشرط، كيس بلاستيك، ورقة ترشيح. ممكن نستبدلها بورقة ترشيح عادية، ممكن نستخدمها للبيت من البيتية، وملعقة. هاي الأدوات المطلوبة من استخلاص المادة الوراثية. استخلاص المادة الوراثية مطلوب منها ملح طعام، إيثانول، صابون جلي، فراولة، مادة ملونة، مجموعة من الكؤوس، ورق ترشيح، كيس بلاستيكي، مشرط، ملعقة. هاي الأدوات. الخطوات التجريبية. أول خطوة نأخذ الفراولة، تكون يفضل تكون ناضجة مستوية. نقوم بالتقطيع على قطع أجزاء. نقطعها إلى أجزاء. كل ما كثرنا حبات الفراولة كل ما كان نسبة احتمال إن نطلع الدي إن إيه كمية أكبر يكون أفضل. طبعاً ممكن استبدال الفراولة في أي مادة فاكهة أخرى مثل الموز، الكيوي، العنب، أي مادة متوفرة عندنا في البيت ممكن استخراج الدي إن إيه منها.